على إثر معلومات واردة إلى السرية الإقليمية أم طرقات للدرك الوطني بوهران مفادها محاولة نقل مواد مهربة تتمثل في كمية من السجائر الأجنبية على متن حافلة لنقل مسافرين تعمل على الخط الرابط بين مدينة تبسة ووهران. بعد التحري من المعلومة وتكييف عنصر الاستعلام، تم وضع خطة محكمة التنسيق مكنت مصالحنا من توقيف المركبة سالفة الذكر على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بكرمو. بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا ضبط بصندوقها على كمية من السجائر مخبأة بأحكام قدرت ب 7300 علبة سجائر و150 علبة من مادة المعسل، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمحجوزات ب 120 مليون سنتيم. على إثر ذلك تم توقيف سائق الحافلة وقابضه، بالإضافة إلى شخص ثالث كان بصدد استلام البضاعة، كما تم إنجاز ملف للقضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.